نقول تاع الغاز مار على منطقه هذه المنطقه تاع منطقه براق وسيدي موسى تفاجأ فجأة لأسباب مجهولة. هذا الحادث هذا أدى إلى وفاة شخصين في شاحنة، أربع شاحنات حرقت على إثناء الانفجار. شاحنة كانت تحمل طاقة من تهيئة واد الحراج شدوها للانفجار، إذا توفوا زوج ربي يرحمهم، وكاين زوج مسؤولين. السبب أسباب مجهولة، كل الدبابير اتخذت، كل الدبابير مصانع الأمن الموجودة هنا، مصانع الحماية المدنية، صورة الغاز، لافطر، كل التدابير أخذت. الأنبوب تم غلقه، نتاع لافطر تم غلقه. إذا الخطر المعلومات الأولية أزيلة وكل الإجراءات راهي متخذة. مش خطر لأن الأنبوب بعيد على المنطقة العمرانية، راه في حقل تاع السلاح بعيد، إذا ما فيش خطر على المواطنين.